صباح الخير أعزائي المشاهدين. اليوم رح نحكي عن الزيتون بموضوع مختلف. المرة الماضية حكينا عن التلقيط، كيفية التلقيط، الماكينات الحديثة اللي استعملناها. اليوم رح نحكي عن مرحلة كتير مهمة اللي هي بعد التلقيط. وللصراحة شغلنا اللي رح نشتغله بعد التلقيط هو اللي رح يضمن لي إن شاء الله نوعية ممتازة للزيتوني للسنة اللي وراها. هلأ دايماً إحنا بنقول الأرض معطاءة والنباتات معطاءة، لكن إحنا لازم إحنا نعطيها عشان تقدر تعطينا. هلأ شجرة الزيتون أنا أخذت منها الزيتون وعصرته وأخذت الزيت وكل شيء تمام. هلأ شو الدور؟ هلأ شو يعني شو لازم أعمل؟ هلأ أول شيء رح أعمله اللي هو موضوع القص. قص الزيتون بيختلف عن قص أشجار المثمرة المتساقطة الورق زي الدراء والخوخ. الزيتون إحنا بنقصه مباشرة بعد التلقيط. الزيتون شجرة إيفرغرين أو دائمة الخضرة، فإحنا ما عندنا مشكلة في قصها بهذا الوقت من السنة حتى لو ما في حرارة منخفضة. موضوع قص الزيتون له كم قاعدة كتير مهمين بحب إنكم تعرفوهم. أول شيء إحنا ما لازم نسمح لشجرة الزيتون تعلى زيادة، يعني في إشي اسمه تطويش، إني دايماً أحجم شجرة الزيتون عشان تعطيني مجموع خضري ما بيزيد عن مترين، طبعاً لأسباب كتيرة أهمها أني أقدر ألقط، يعني هذا أهم شيء. أنا ما بيهمني الشجرة تكون فاضية من تحت ومليانة من فوق أو عالية، أنا بيهمني تكون الشجرة مليانة ريتش غنية من أول لأعلى الشجرة. هاي نقطة. النقطة الثانية لازم تكون شجرتي مهوية من الداخل. ليه؟ لأنه في إصابة وأكيد معظمنا عانى منها اللي هي ذبابة الثمار، إصابة الثمار نفسها. هلأ هاي الذبابة بتكون كتير مبسوطة وكتير أكتف أو نشيطة أو بتعمل لي إصابة أقوى بالرطوبة العالية. عملية أنه تكون الأغصان متشابكة معناته ما في شمس عم توصل ولا هواء داخل الشجرة أو لقلب الشجرة، فبالتالي أنا بفضي داخل الشجرة عشان يفوت هواء يفوت شمس للشجرة يعطيني نموات جديدة وذبابة الثمار ما تصيب شجراتي. هاي النقطة الثانية. هلأ النقطة الكمان مهمة، أي فرع بالشجرة ناشف يابس غير مرغوب فيه بدي أقصه طبعاً. هلأ إذا أنا بوضع إنه مثلاً أنا زارعة بالحديقة زيتونة وما بدي إياها تكبر كتير، بقدر أعملها اللي هي عملية القصقصة البسيطة أو الترمينج بالطريقة اللي أنا بدي إياها. بس في هون نقطة كتير مهمة بحب أقولكم إياها، مش كتير تقلقوا من موضوع قص الزيتون. يعني قص الزيتون مش إشي صعب زي باقي الشجر. ليه؟ لأنه سبحان الله هي شجرة مباركة، هي بتحمل على كل الأعمار الفروع اللي بالشجرة، يعني على عمر سنة بتحمل، على عمر سنتين بتحمل، أكبر بتحمل. فبالتالي أنا لما بقص مش كتير بقلق إنه راح كتير من الإنتاج لأنها حتحمل على كل الفروع بكل الأعمار. في شغلة كمان مهمة بدي أحكي لكم إياها اللي هي دايماً الشجرة بشكل عام إحنا الأشجار ما بنفضل يكون طالع من تحت من الأصل، يعني مثلاً إذا مطعم الشجرة أو حتى على بذرة دائماً النموات اللي بتطلع على جذع الشجرة هاي بنخفف منها لأنها بتضعف من نمو أي شجرة وبالذات الزيتون. هلأ بنصبر على شجرتنا بعد ما قصناها بحدود أسبوعين ثلاث أسابيع، وهون بتيجي موضوع الرش. هلأ بدنا نرش الشجرة رشة كتير مهمة، زيت صيفي مع مبيد حشري ومبيد فطري. الزيت دايماً إحنا قلنا لكم إنه هدفه إنه بيغلف الحشرة، فبالتالي ما بيخليها تتنفس فبقضي عليها عشان ما تضل للسنة اللي وراها. بعدين منبلش بالعناية الشتوية العادية لأي حديقة وأي شجر في الجنينة، يعني خلينا نقول بشهر 12 منبلش نحط السماد العضوي اللي هو شيء مهم جداً لكل الحديقة ودايماً أنا بأكد عليه. ممكن نحط واحد من الأسمدة السلو ريليس أو بطيئة الذوبان اللي بتدوب شوي شوي مع فصل الشتاء. هاي الأمور كتير مهمة عشان ناخد زيتون منيح للسنة اللي وراها. موضوع القص كتير سهل، يمكن هلأ رح تشوفوني رح أقص كم فرع معكم، لكن بصراحة ما تقلقوا كتير،
ما تهمشوا موضوع القص، لأنه من أهم الأمور اللي ممكن إنكم تسووها بعد عملية التلقيط. خليكم معي، هلأ رح تشوفوا كم فرع رح أقصه على أساس نوصل لكم فكرة قد ما بنقدر. هلأ إحنا رح نحكي، رح نورجيكم بس يعني مثال بسيط إنه إحنا قديش بدنا نحجم هاي الشجرة. هلأ أنا إذا عندي فروع مثلاً كتير نازلة لتحت ممكن أقصرها، ودائماً برجع بقولكم لا تخافوا كتير من موضوع القص. هلأ هاي كشجرة مثلاً هي ممكن من فوق كتير مرتفعة، لاحظوا أنا قديش طالع السلم، حتى لو أنا أو حدا أطول مني بده يطلع محتاج إما سلم أعلى أو محتاج يعني يطلع عليها نفسها. هلأ هاي زيتونة رومي قديمة، بهمني إنه يكون شكلها حلو قبل يمكن ما أخذ منها حب، لكن بشكل عام إحنا موضوع إنه نقص مش إشي صعب. دايماً بدنا ناخذ من أصل الفرع، ما ناخذ من النص بهالطريقة، يعني نحاول تكون مرتبة الشجرة، بتكون متوازنة من كل الجهات، يكون لما بطلع عليها بلاقي الشكل الشجرة اللي أنا بدي إياه واللي هو مرتب. إذا بمشي حوالين الشجرة بشكل عام باخد الشكل الراوند شيب أو اللي هو الدائري زي ما قلت لكم، وإنه أي إشي ناشف للأسف هاي ما عليها إشي ناشف، لكن أي فرع ناشف ما بدي إياه، قلب الشجرة أي شيء متعارض مع بعضه برضه ما بدي إياه، بدها تكون صح 100% من ناحية إنه يفوت هواء ويفوت إضاءة. أي فروعة متوازية، يعني فرعين طالعين متوازيين مع بعض وعارفة إنهم رح يضربوا في بعض بالمستقبل بدي أقصهم. أي فروعة داخل الشجرة غير مكانها مش مناسب رح تعمل لي زي ما قلت لكم رطوبة داخل الشجرة بدي أشيلها. لاحظوا هون مثلا معي فروعة داخلية، هلأ حجم الفرع اللي بدي أقصه ما إله بالضبط حجم أو ما إله قياس، إحنا الفكرة المبدأ، يعني متى ما فهمنا المبدأ وعرفنا إنه إحنا بدنا نرتب الشجرة، يعني مثلاً هذا الفرع عندي طالع لبرا، أوكي؟ هلأ أنا بشيله لأنه أنا ما بدي إياه يطلع لبرا، بدي أرتب الشجرة بطريقة حلوة، في عندي غصن لتحت كتير، يعني أنا بقولكم لتحت لكن أنا ما بهمني كتير أفضي الشجرة من تحت صراحة، يعني شجرة زي هاي بهمني أطوشها أخذ من طولها أكتر. دايماً العناية بالزيتون بعد التلقيط برجع بأكد عليكم هي اللي بتعطيني للسنة اللي وراها النتيجة الصح. وإنتوا كتير بعتولي أسئلة بتخص هذا الموضوع، للأسف إحنا هلأ يمكن ما لقطنا لسه، لكن الإصابة اللي على الزيتون هلأ إحنا ما بنقدر نشيلها، خلص ذبابة الثمار صارت فاتت جوا الحبة، فعشان هيك إحنا ممكن إذا بدنا نرش آخر رشة وبنفضل دائماً بلاش عساس نوقف الإصابة، لكن هلأ خلص بدنا نفكر للسنة اللي وراها. دائماً برحب بأسئلتكم على صفحتي المهندسة أمل القيمري، إنجينير أمل القيمري، على قد ما بقدر بجاوبكم وإن شاء الله أني أكون بفيدكم برؤية وعلى الصفحة. يعطيكم ألف عافية. We'll be right back.